أكيد. صباح الخير عليكم يا احلى يا احلى متتبعات، اش كتعاودوا لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير وبصحيحتكم يا ربي امين. غبرت عليكم غير سمحوا لي، والله الا ما هاد الايامات هاد ربع ايام هادي دوزتها مشطونه مبرزطه، وما كنبغيش نطلع عليكم بالطاقه سيلفي، خصني نطلع عليكم اختي ضحكه وناشطه. الحمد لله الحمد لله. المهم راكم عارفين الغزالات بلاتي خصني نشرب دوايه، اللي اختي عندها شي دواء تبعوا، انا راه من النوع اللي ما كنتبعش الدواء. وعلاش غابر عليكم؟ راكم عارفين البنات مني سمعت، مني عرفت قالوا لي البيت خاصك تحيديه، صافي اختكم الاعصاب ونخمم والروينه وردم، عندي البنيات وتمانا بقيت قاده عليها، عييت من زمان الصراحه، تمانا عييت منها. انا الصليح والله حتى كنخمم ليه ديال الدار اللي داخل الجليج وهادشي، والله الا البنات راني غير ماجلها، وخاصه داك اللي كيعود عنده ضغط ديال الخدمه كنقول ليه شوف الله يرحمك الوالد، خاصه داك الشيء توقف عليه من الصباح للعشيه باش يسالي لي، باش ضرب ساعه جوج سوايع تبقى لي الروينه، انا ماشي من هذاك النوع. الحمد لله بالنسبه للبيت الغزالات مني جاوا قالوا لي خاصك تحيديه، عاد تعاودي الا بغيتي ديريه راه ماشي ساهل. المهم الحمد لله غيجي التقني نهار السبت، المحامي داير الاجراءات ديالو، المهم كاين امل بانني ما غنحيدش البيت، نخلص هذاك الشيء اللي خاصو يتخلص الكموني، ومهم انني ما نحيدوش في ضد هذه اللي باغاني نحيدو باي طريقه. دعيو معايا يا خواتاتي، الله يرحم لكم الوالدين، دعيواتكم راه شوفوا الدعيوات ديالكم راهم كيوصلوا الحمد لله. شي ملي كيعطيك واحد الامال، ماشي بحال واحد كيقول لك ما كاينش امال، البيت خاصو يتحيد، الا بغيتي ديري ديك الساعه ديري هنا البنات الاعصاب. الحمد لله المهم دابا كاين امل، غيجي عندني المحامي والتقني نهار السبت، غيديروا امورهم يكملوا الاجراءات ديالهم وهذه، وان شاء الله يكون خير. المهم غزالة البنات اللي كيقول لها غتخلصي بزاف، شوفوا البنات يتخلص اللي بغى يتخلص، خاص حيت البيت خاصو يتقاد في هذا. المهم هادشي راه باش نشرحوا لكم خاصو موضوع طويل البنات، ماشي مشكل. المهم انني البيت في ضد هذه محيتش، هذا هو اهم حاجه عندي. المهم الغزالات صيفت تمنياتي للمدرسه، نشوف ان شاء الله نهار السبت اشنو بشحال غيقول لي البيت، وغنقول لكم ونشارك معكم بشحال غيطلع لي هادشي كلشي بشحال غيطلع لي ان شاء الله، ضروري ما نشارك معكم. المهم كاينه واحد ليجي انني داخله في قانون انني الدار عندي كبيره، عندي الحق انني نقدر، عندي واحد المسافه، شاف جا تقني شاف انني عندي واحد داخله في واحد القانون انني لزت بيت ولا بنيتي عندك واحد داك تقدري تبنيه. المهم داخله في واحد القانون، هادشي اللي كاين الوزاره ديالي. بغيت نتقاسم معكم البنات اللي عندهم بحكه البنيات، البنيات بحكه كيبغوا تصاوبوا ليهم شعرهم، عرفتوا راه كتحيري هنا، عرفتوا داكشي غالي، عرفتوا في شين داكشي زوين ورخيص. نتقاسم معكم دابا هانتوما، هلا جاني واحد الباكو حاطاه هنايا، ندوز نجمعو نديرو ليهم في القريطه ديالهم. هانتوما شوفوا هاد الباندات، هادشي رخيص البنات، دايرين دابا كاين التخفيضات في الشاين، دابا التخفيضات خطيره في هادشي ديال الاكسسوارات اللي عند البنيات، داو اللي عند البنيات. هانتوما هادشي ما بقاش كنجيبو انا من المغرب بزاف، كتبحو كل اللي جاي كنقول الوالده صيفطي ليا وداكشي، اللهم دوماندي. شوفوا هادو شحال زوينين، هما اللي درت منهم الصباح الحكيمه. ها انتم الغزالات فيهم هادو، وفيهم داك البندول اللي وريتكم في المقطع، فيهم هادو. هادو البنات فيهم واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد باج واحد كحل وشوفوا واحد غوز. هادو البنات الخاصين مسؤونيرو 39 باش خديتهم، ربعة الخاصين داكشي رخيص. هذا في الكحل، لا خديت هذا الجنات، هذا الحكيمه،
هذا الحكيمه في الغوص. شو شحال زوينين، شوفوا هادو بحال الفنين. هم كادي كافيك كاع، ما بقى يجيب هذا الشيء من 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 المغرب، ديجا هي معذبه وهذه كلشي كاين دومان ديال اختي. وبعض المرات كيديروا لك غير نوفمبر ديسبيسا، تقدري غير تعاورو عندك بحال كاسك تعاورو في البوست في كندوزها كومون. هذا الشيء البنات يا اختي، انت يا اختي هذا الشيء واعر، هذا بحال هكا ديال البرد. وعندها هذا الحك الجنات، هذا عندها مونطو بحال هكا، ومني تلبسوا ليها لبسها هذا بحال هكا سخون. هذا شوفوا البنات، شوفوا وهاد هاد البندوات هادو، هادو لا خديتي واحد ما عرفتش اوناورو شي حاجه، ولا خديتي ثلاثه ناقص كثر، ايوا كنا ناخذ ثلاثه. خديت واحد الجنات واحد هانتوما شتو، واحد اختي بحال هكا بغيتي تديري الماسك ولا ديري ماسك اختي تجمعي بيه شعرك، حيت انا راه ما كندير الزيف في الدار، غير ملي كنبغي نصور كله عليا زيف لا لوحو على شعري وصافي. شتو البنات شحال زوينين فنين. هانتوما شوفوا هذا شحال خاطر تا هو، ايوا هانتي شوفي هادي شحال واعر. غادي نخلي لها بحكم مع واحد البيسه عندها واحد الصويه في هاد اللويان، هذا واعر هذا الفن كله بريون، واخا ما عطيش التليفون حقه كله بريون. صافي اختي اخري هاد هادو ان شاء الله كنشارك معكم ملي نحلهم ونقاسمهم معكم. هادو مسين دايت صافي. المهم انا بغيت نشارك معكم اللي عند البنيات، دابا راه دايرين تخفيض، راهم دايرين تخفيض حبيبتي اللي عند البنيات الله يحفظهم ليك، واللي عند الوليدات الله يحفظهم ليها. المهم اللي عند البنيات بحال كتقدا للبنيه كتبغي بحال ملي عند المدرسه كتبغي تقادي لهم شعرهم، تصوبي لهم شعرهم، ترسلي لهم بالاكسسوارات زوينين ديال الشعر. اللي في حالي انا نموت على هذا الشيء. يلاه اختي غندوز دابا نوجد فطوري، حيت شويه غتجي اختي وغادي تبني بقى ما درت حتى حاجه. ندوز نقدد الروين هنا، راه عندي نايضه الروينه، وهانتوما معايا نوجد فطوري بعدا نفطر. لا المهم تقريبا دابا راه داز الوقت، وانتوما معايا يلا خليكم معايا في هذا النهار هذا. رجعت معكم وجدت الفطير ديالي، فطير اليوم المسمن. البنات اللي بغات بحال هذا المسمن، هذا المسمن اختي ديال اختي، هانتوما شوفوا المسمن كي داير. اللي عزيز عليا المسمن ما غلطش، ويكون رقيق ومورق، رقيق ومورق. شوفوا ليا المسمن كي داير. المهم هانتوما الا بغيتو بحال هذا المسمن هذا، نشارك معكم الطريقه ديال اختي. غادي دابا ندير واحد 50 مسمنه ونتقاسمها معكم. المهم ما غندير السكر لانني شاربه الدواء، ما بغيتش ندير السكر، غندير اختي هاد العسيله حره هادي ديال الدرغموس درغموس كيقولوا لي الدرغموس البنات. المهم مشى ليا من بالي. يلا اختي اختي غنفطر دابا وندوز مع روين اختي، لان اختي قربت تجي وقالت لي نجي نصيبك جامعه باش ندوزو ديريكت ندوزو نبداو في المسمن. يلا اختي خليكم معايا. شوفي لي المسمن اختي، شوفي لي المسمن شحال زين، شوفي لي اختي ما شاء الله واعر.
غنبداو نديرو دابا في المسمن. غنشارك معكم البنات الطريقه ديال اختي. هنا دارت كيلو ديال الفورص في نص كيلو ديال القمح. هذا القمح هادو ديال القيمه ديال البنات الفارينه كيلو في نص كيلو دقيق في نص كيلو قمح. ها انتوما كيلو فورص في نص كيلو قمح. دارت هنا شويه الخميره ديال الخبز، هذه حبوب درت واحد غير شويه غير قبيصه، وشويه الملحه، وغدير ملعقه ديال السكر. ها انتم ديال السكر صافي. وغندوز دابا نجنف في العجانه الغزالات. صافي هنا اختي، هنا كدوب الزبده. بالنسبه للزبده اللي تقاسمت معكم هذيك ديال امدي، هنا راه بديت اختكم في عجنه اخرى كيف ما كتشوفوا، كندير نفس داكشي اللي وراتني. بالنسبه للزبده البنات كدير فيها الخميره ديال الحلوه، هذه كدير الزبده والزيت، هي باش كتقرص، هي باش ما كتقطع ليها لا عجينه لا والو. ها انتم البنات هي باش كتقرص، كدير ضروري الزبده والزيت وخميره ديال الحلوه كديرها في الزبده. وبالنسبه للسميده ها انتم حتى هي كدير فيها الغزالات شويه الخميره ديال الحلوه وهذا والمسمن ضروري هذيك القبيصه ديال الخميره ديال الخبز. صافي هنا اختكم ما نقولش لكم، وانا غادي نعطي لاطاك. تبارك الله ما شاء الله، راه هنايا راه درنا شي 20 مسمنه وباقين ما شاء الله، عرفتوا راه بدينا مع ديك التسعود. ما سالينا اختي قلت الوحده ونص، درنا تقريبا الغزالات شي 50 مسمنه، ماشي تقريبا راه 50 مسمنه اللي درنا. وشوفوا اختي بالنسبه للمسمنه في مسمنه عادي كديروا هي المسمن كديروا صغايور، يعني راه كويرات راه شفتوهم وريتهم ليكم صغايورين. وشوفوا لي اختي مسمن كيفاش كيجي فخفخ، وكيف كيجي البنات محلول وكيجي زوين. شوفوا كيفاش كيفخفخ وكتبقى تقلب فيه، هي كتبقى تقلك شويه، بقيت قلبي هذه الطريقه ديالها، ولكن راه المسمن ديالها البنات والله حتى واعر. هنا دست اختي كنصوب في الملوي، صوبات الملوي ديالها، وقلت لها نوريك الطريقه ديالي ديال الملوي. وصراحه الملوي ديالي جا غزال، الملوي ديالي يعني تقريبا بحال ديالها. انا كندير لي طريقه هي هكا، هي ما كتبقاش ما كتجبدوش بزاف. انا لا، انا عندي هاد الرخامه كنجبدها نتوما. ها الملوي هنا درناها نتوما شفتو، هنا غنوريكم الطياب ديال الملوي كيف جا. شوفوا الملوي اختي كيف جا، عالم زويناته. وهنا الغزالات تبارك الله ما شاء الله. غنبداو نبيعو المسمن. اي اختي غنديرو اورو المس، هذا هو مشروعي انا اختي في هاد البلاصه هادي، انا غادي نبيعو المسمن. شوش لا ما ضحكنا، قالت لي عندنا الحصاده هادو، راه حصاده. ايوا هنا اختي درنا المسمن البنات، ايوا فرقناه، هي النص داتها والنص بقى عندي، هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. وهنا كيفاش كتحتفظي بيه، عرفتوا هاد المسمن راه كديري في الفريغو كتجبدي كتسخني، ما تسخنوش في اله البانيني، سخنوه هو في المقله عاديه. عرفتوا الغزالات كيجي على مزينته بحال هالله دايره. ايوا هنا اختي ها انتما راني كنقاد، كندير اختي هذا، كندير 5%. شوفوا كيف جا، شفتوا كيف جي، شوفوا البنات، عرفتوا رقيق ومورق، رقيق ومورق اللي عزيز عليها هذه تاكلي مسيمنه على الصباع على مزيناتها. عرفتوا كيجي خفيف، ما كطيبي لا بزيت، ما كطيبو لا بزيت لا بوالو، كتهز وتحط، ما كتبقى ترش لا زيت لا والو، كيجي خفيف وزوين. صافي هنا الغزالات بالكنا كنقادو، كنديرو 4 المسيمنات 5 المسيمنات في البلاستيك. وهنا غنحبس معكم الفيديو الغزالات، وغنقول لكم صلوا في ريوسكم، سجد دائما انا نحبكم في الله، وقبل عليكم ودعيو معايا، دعيو معايا ربي يسر لينا ويسهل علينا ان شاء الله، ونسمعوا اخبار الخير زوينه. ربي يحفظكم ولهلا يخطيكم عليا. يلا اختي خليتكم على خير.